إذا في متحف الباردو حيث عصور ما قبل التاريخ والإنسان ستتم عملية تعقيم واسعة للكثير من القطع الأثرية المهمة، وهو الموقع الأول في العملية والتي ستطال العديد من المواقع والمتاحف في الجزائر. متحف الباردو الذي يضم أكثر من 25 ألف قطعة ولوحة أثرية تعود لعصور ما قبل التاريخ. عملية التعقيم التي شارك فيها أيضا عناصر مؤهلة من الكشافة الإسلامية الجزائرية. في فترة هذه تاع الحجر الصحي، بما أن المتحف غارق ببانو، احنا لازم علينا وعملية تقوم بها كل المتاحف العالمية وتعقيم هذه الأماكن الداخلية. المقتنيات المتحفية لا تخضع لعملية التعقيم لأنها معقمة وفيها متابعة دورية من خبراء والناس ما يمسوهمش. فيما يخص عمل التعقيم، رانا في حدود 500 متطوع يعني كقادة يعني يقوموا بالعملية مستوى الجزائر العاصمة. ويضم المتحف الوطني للآثار القديمة والفنون الإسلامية الكثير من القطع النادرة والنفيسة والمهمة والتي تؤرخ لنحو 2500 سنة في الجزائر. تعمم على كل المواقع. احنا اليوم فقط ضمن الانطلاقة الأولى لهذه العملية هنا في على مستوى متحف باردو، على مستوى متحف الآثار القديمة، باعتبار أنها من أكبر المتاحف وتضم أكبر عدد من الزوار، لكن العملية سيتم تعميمها ونحن نعمل على ذلك. المتاحف الآن تأخذ منعرجا جديدا أكثر عصرنا من خلال عملية الرقمنة التي طالت وتم تسريعها بسبب العملية الحجر اللي عشناها. أريد أن المتاحف مثلا مثل المتحف الآثار القديمة يكون أكثر بيداغوجية، أكثر قربا، أكثر حداثة. طبعا نحن متفائلون جدا بأن هذه المواقع ستعود إليها الحياة عن قريب بعد نهاية فترة الحجر. هذا يعني لا يعني أن المتاحف توقفت عن العمل خلال هذه الفترة، بالعكس تماما، هناك زيارات افتراضية للمواقع. أكثر إذن من موقع ومتحف جزائري، ويعد بنحو 25 متحفا ستطاله عملية التعقيم الشاملة تحسبا لانتهاء الحجر الصحي وعودة الحياة إلى المتاحف. محمد جرادة، الحرة، الجزائر.